الكرام هنا داخل الاستديوهات. أسعد الله صباحكم بكل الخير. مدير مديرية حماية الطبيعة بوزارة البيئة المهندس زياد، المهندس رائد بني هاني، وأيضا السيد زياد عوض. أسعد الله صباحك بكل الخير، وأنت خبير تنمية محلية، وأيضا إلى نشمية أردنية رئيسة جمعية نشميات الشعلة بمحافظة إربد. حديثنا اليوم عن محور على غايم الأهمية، نتحدث عن الاستخدام المستدام لنظم الخدمات البيئية، وهذا المشروع الذي يعنى بالتدريب قد يكون يعنى أيضا من باب التوعية. لن أتحدث بالأمور الفنية، أتركها لضيوفي الكرام، لكن للسادة المشاهدين يجب أن تكون هناك إضاءة. المظلة الكبيرة وزارة البيئة بشمهندس بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية، وأيضا العمل التعاوني من خلال الجمعيات. نتحدث عن عنوان هذا المشروع أو تعريف هذا المشروع، قد يكون يعني طويلا نوعا ما، لكن للسادة المشاهدين يجب أن يكون هناك إيضاح من خلالك. شكرا أخي العزيز، وأسعد الله صباحكم، صباح الوطن الجميل لكل المشاهدين، وشكرا للتلفزيون الأردني للاستضافة الجميلة. حقيقة يأتي هذا المشروع من ضمن مشاريع يدعمها جائزة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مع وزارة البيئة، ونحن في وزارة البيئة بتعليمات من عالي وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط يهمنا أن تنفذ المشاريع على أرض الواقع. أخي العزيز، نحن هذا المشروع يأتي ضمن باكورة تعاون مع الوكالة الألمانية، ويدعم حقيقة المجتمعات المحلية، ويشتغل على 4 محافظات في الأردن في الشمال والجنوب والوسط. جميل. وكان تركيزنا على المجتمعات المحلية، وما بينها هي المجتمعات السيدات الجمعيات الريفية. يهمنا هنا أن تتفاعل هذه الجمعيات مع المجتمع المحلي الموجودة فيه، وأن يكون لها إنتاج ويكون لها دخل. ومن هنا جاءت من قبل الوكالة الألمانية مع شركائنا جوبا، هم المنفذين على أرض الواقع، المستشارين الفنيين، بالتعاون مع هذه الجمعيات بكافة التفاعلات. كان سؤالك حلو أنه شو مجال التعاون. هو مجال التعاون في منه نقدي كاش، وطبعا ضمن شروط معينة يقدموا بروبوزل الجمعيات السيدات، وبعد دراسة البروبوزل يقدم لهم منحة مالية صغيرة، ويكون أيضا نوع من التعاون التدريب المهني وبناء القدرات لهذه السيدات بإعطائهم تدريب على مواضيع معينة أيام تخص الجمعية نفسها في جمعيات متخصصة في أنواع في الطبخ المحلي المنزلي. وهذا هو بصراحة شغلة رائدة، ونحن زرناهم وعملنا كثير ورشات، يعني نعتمد على هذه جميل. الجمعيات. من خلالك أذهب إلى خبير التنمية المحلية السيد زياد عوض الله. سادة زياد، وأنت خبير بيئة التنمية المحلية، ومن خلال هذه المشاريع التي تطبق بالميدان وهي ممولة من الجهات المانحة وأيضا تحت مظلة وزارة البيئة، إذا تحدثنا بشكل ميداني ومدى الاستجابة وكيف أثرت بالمجتمعات الريفية كما تفضل الأستاذ زياد. يعطيك العافية وصباح الخير. يمكن أول نقطة مهمة نرجع فيها للي ذكر أخونا أبو أحمد، إنه هذا المشروع بيحكي عن خدمات نظم بيئية، والأساس في المشروع هو تعزيز دور المجتمعات المحلية في الحفاظ على الموارد الطبيعية. جميل. المشروع تم العمل في 4 محافظات، محافظة الكرك، محافظة البلقة، ومحافظة مادب، ومحافظة إربد. وكان هدف المشروع هو بناء قدرات المحلية في مفاهيم استخدام النظم البيئية والخدماتها. وإحنا يوم نحكي خدمات النظم البيئية هو الاعتماد الرئيسي للإنسان وحياته على هاي الخدمات. من خلال المشروع في هاي المحافظات والعمل مع الشركاء المحليين وخصوصا المجتمعات المحلية، كان هناك تحديد للأولويات التنموية، لأنه هدف المشروع كمان هو دمج خدمات النظم البيئية في التخطيط التنموي المحلي. جميل. المستوى المحلي. من خلاله يمكن يعني نعطي بعض الأمثلة على الإنجازات المشروع. الفترات الماضية تم إعداد استراتيجية البيئية لمحافظة الكرك، من خلالها تم التدخل في دعم بعض المبادرات خلال الشباب والسيدات في المنطقة على تنفيذ مثلا السياحة، الترويج السياحة البيئية في منطقة وادي الكرك. كمان يعني بالأمثلة، والمشروع كمان بركز على محورين، هو محور السياحة والمراعي. فكان في محافظة مادبة هو دعم وتعزيز الإدارة التقليدية للمراعي في منطقة مادبة، والعمل كمان مع الجمعيات المحلية.
وفي منطقة البلقة كمان نفس الشيء في الحديقة النباتية الملكية. جميل. بالشراكة معهم تم دعم مجموعة من السيدات لربط السيدات وتعزيز دورهم في استخدام الموارد الطبيعية. ويمكن اليوم وجود ست خانم معنا كرئيس الجمعية. نعم هو مثال يدل حقيقة ما تتحدث عملي. صحيح. هو أنه يعني هو تعزيز دور المجتمع في النظرة للموارد الطبيعية. جميل. فيمكن جميل. أنا هنا سأذهب إلى جمعية نشميات الشعلة بمحافظة إربد ورئيسة هذه الجمعية السيدة خانم الكردي. تحدث السيد زياد أن هذه المشاريع هي بفكر مستدام وبفكر استراتيجي الآن وصولا إلى محافظة إربد، أربع محافظات وقد يتبع ذلك محافظات أخرى بالمملكة الأردنية الهاشمية ممكن بالأرياف. إذا تحدثنا عن عمل جمعية نشميات الشعلة من خلال استخدام لنظم الخدمات البيئية وهذا التعاون المثمر من خلال وزارة البيئة وأيضا الخبراء بالميدان بالتنمية المحلية وأنتم كعمل تعاوني. يسعد صباحكم. أنا رئيس جمعية نشميات الشعلة التعاوني في منطقة الشعلة، هي بتضم سمر وسحم. وعندنا تأسست هاي الجمعية ب 2016 وتضم 16 سيدة من المجتمع المحلي. ونشكر جهود المشروع المستدامة وبلدية الشعلة على تعاونهم معنا اللي خلوا سيدات المجتمع هاي، احنا بمنطقة ريفية وصلوا إنا بهذاك منطقة الشمال. جميل. احنا والغاية من هاي الجمعية هي تمكين المرأة الريفية وتحسينها وزيادة من كفاءتها لحتى إنها تكون عضو فعال بالمجتمع. ممتاز. والمجتمع هذا هو اللي هي بدها تطلع من البيئة اللي هي فيه مشان يجي المردود اللي عليها اللي ممكن فردي لأسرتها لمجتمعها. نعم. هون هاي المشروع اللي عملوه كانوا مشكورين كتير كتير عليه ومشروعنا كان. جميل. ناجح وعملنا احنا من ضمن المشاريع هاي. يعني احنا راح نشاهد المشروع راح تشوف المشروع يعني بشكل واقعي من خلال التقرير الحاضر. نعم. معانا وبسلط الضوء على جمعية نشميات الشعلة وايضا الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية. الموارد الطبيعية اللي هي من البيئة اللي بنستعملها. عندنا مركز التسوق، سيدات بيشتغلوا ببيوتهم كله من الطبيعة. نعم. من الزيت، من حتى صناعة الصابون. جميل. عندنا الألبان الأجبان كله. نعم. هدول بعد ما يعملوهم وبأشكال ما شاء الله عليها يعني شغل متعوب عليه نعرض لهم إياه إحنا بمركز. جميل. ووفق الاشتراطات الصحية أيضا. يعني هذا شيء على غاية صحة في بيئة. سأذهب أنا وضيوفي الكرام والسادة المشاهدين إلى هذه المادة الفيلمية وهذا التقرير أيضا من إعداد الزميلة أروى الزعبي والذي يسلط الضوء على هذه المهن المنزلية وبدعم من خلال وزارة البيئة وأيضا بإشراف الخبراء الميدانيين وبتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون والتنمية. إلى هذا التقرير ونواصل معكم. مشروع الاستخدام المستدام لخدمات النظم البيئية في الأردن يمثل تعاونا فنيا ما بين وزارة البيئة ووكالة التعاون الألماني. يهدف المشروع إلى بناء القدرات الوطنية في مجال الاستخدام المستدام لخدمات النظم البيئية من خلال التأثير الإيجابي في السياسات الناظمة للاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، كذلك مدعوم بمجموعة من الحالات الدراسية ونحن اليوم بأحد هاي الحالات الدراسية في منطقة اليرموك. الهدف في الحالات الدراسية هو بناء قدرات على المستوى المحلي في تقييم خدمات النظم البيئية ودمجها في التخطيط التنموي. وجودنا كمان يعني اليوم في إحدى الجمعيات اللي استفادت من إحدى هذه المبادرات اللي بتعزز من دور السيدات وربطهم في مواردهم المحلية والمساهمة في تمكينهم الاقتصادي. نشأت هاي الجمعية بشهر 7/2016 هي لدعم السيدات المجتمع المحلي
وعنده 16 سيدة، 16 سيدة هذول عندهم منتوجات وإحنا تبنيناها في ظل هاي الجمعية لدعم لتمكين المرأة الريفية، لدعمها وزيادة من وتدريبها لتمكينها تكون عضو فاعل بالمجتمع المحلي، بناء على قدرات السيدات طلعنا بمشروع وهو مركز الإنتاج، وعندنا مركز التسوق، وبعد ذلك عملنا مركز كمان إنتاج مطبخ إنتاج، بحيث إنه طلبات الأهل المنطقة شو عندنا أكلات القديمة عمالة بنعملها مثل المقمورة، الكباب، المناسف، كله هذا من شغل إيدينا البنات، وكله حتى المواد المستعملة زيت زيتون كله بالطبيعة اللي مثلا بيزرعوا الفول، البزالي، الإشي كله بناخذ منتوجه وبنحطه كله بعبوات او بالفريزر وكله مستعمله الحين الحاجه. عدنا مجددا اعزائنا المشاهدين، والعوده الى السيده خانم الكردي وبعد ذلك ضيوفنا الكرام. يعني شاهدنا مكموره، كباب، يعني مهن منزليه والمطبخ المنزلي وفق الاشتراطات الصحيه وبمتابعه ايضا الخبراء بشكل ميداني، من يعنوا تحديدا بموضوع التنميه المستدامه وتحديدا باستخدام النظم البيئيه المثلى بالمجتمعات الريفيه. حدثينا الان عن، ما بدي اتحدث ما هو جديد، لكن ماذا اضاف هذا المشروع للسيدات الريفيات بالشعلة وباقي المناطق؟ أضاف لهم أشياء كتير، إنهم كانوا هن بجو ما حدا بيعلم فيهم. لما إجا هذا المشروع عن طريقة المستدامة اللي هي GIZ، والبلدية كان لهم مجهود كبير إنهم طلعوا هدول السيدات على المجتمع. كانوا السيدات هدول يشتغلوا على نطاق خفيف، يعني إنه لا تجارة لا هذا. هلا لما طلعوا على هالجمعية صارت الناس تعرفهم، صاروا يطلبوا طلبات منهم، وهذا صار يعمل مردود لهم لفردهم لأسرتهم. يعني في عندنا بنات انهم عم يعلموا اولادهم، يعلموا بالجامعات، يعني وصلوا اولادهم ومن هذا المشروع اللي هن وصلوا له، والحمد لله مشروعنا ناجح وان شاء الله تحسين مستوى المعيشه، هي للست وللفرد وللمجتمع. نعم. يعني فاد منه. نعم. كثير انه عم نطلب مثلا عندنا احنا بيئه طبيعيه، عم ناخذ الزيت والزيتون وشغلات هاي من المجتمع المحلي. جميل. كمان عم نفيده، يعني يفيدونا ويفيدهم. جميل. هنا نذهب الى المظله، إلى وزارة البيئة، ومن خلال هذه المشاريع الممولة من الجهات المانحة أو الوكالات المختلفة وتحديدا الوكالة الألمانية للتعاون والتنمية. الآن كيف تجد مهندس رائد حقيقة هذه المشاريع أثرت هذه المجتمعات والمناطق؟ إذا تحدثنا عن مناطق الأرياف، الأطراف على سبيل المثال بمحافظات المملكة المختلفة، ولن يكون هذا الأخير بالمناسبة، يعني هو استكمالا لعمل سابق. شكرا أستاذ كريم. يعني أنا لما أكون يعني أسمع ومباشرة من سيدة فاضلة وتتكلم بكلام يعني طلع أنه نخرج من خارج المحافظة العاصمة، نعرف العاصمة فيها كل الدونر، كل السفارات وكل الأمم المتحدة المحافظات. فكان توجيهات وزارة البيئة معالي الوزير أن ننطلق إلى الأرياف وخارج المحافظات، يعني مش نفس المحافظة، خارج. نعم. المحافظات. وكما تفضلت سيدتنا أنه أول ما حكت أنه هم لمسوا في ناس مهتمين فيهم، فإحنا يعني هلأ ننصر جدا لما نسمع هذا الكلام. وطبعا مش بس بمحافظة إربد، كل المحافظات. إحنا كان هدفنا أنه ننطلق إلى الناس في مقراتهم، ما بدنا يجون لعنا، إحنا انطلقنا عليهم على الأرياف وشوفنا شو إمكانياتهم وشو بحاجة. نعم. يعني منهم من طلب أن يكون مطبخ البندوزي. نعم. ومنهم من طلب أن يكون في عندهم مجال الرعي. نعم. والأغنام، ومنهم من طلب في مجال الزراعة. فنحن كانت سياسة وزارة البيئة أن ننطلق إلى المحافظات وخارج المحافظات، وأن نوصل للسيدات في مقر جمعياتهم. نعم. ونشوف شو مدى احتياجاتهم. نعم. وبالفعل إحنا بصراحة من هذه المناسبة نحب نشكر الجهة المانحة الألمان GIZ على دعمهم المتواصل لوزارة البيئة، وعندنا عدة مشاريع تنفذ معهم. جميل. وكما يعني ذكرت سابقا نحن نركز دائما على خارج المحافظات. جميل. لأنه إشي اللي إحنا بنحبه أنه نلمس المواطن في الريف، أنه في الحكومة وتلك المناطق هي اللي بحاجة، وهي بحاجتها أخي العزيز، هذا مطلب يعني واقعي وحقيقي. يعني أنا لما أنا بصراحة كنت قبل أسبوعين تقريبا كنا مع الفاو في جولة ميدانية بالمفرغ،
وبالفعل السيدات المفرق جابوا لنا يعني وجبه الغذاء. جميل. دعم للمطبخ الريفي الريفي، وهذه بصراحه رسالتنا لكل المعنيين يعني في المحافظات. ومن هنا واخيرا من خلال السيد زياد عوض الله، وانت خبير تنميه محليه، كيف تقيم هذه المشاريع وهذه النماذج بالمحافظات المختلفة، وأنتم كنتم على تماس مباشر مع هذه الأعمال من خلال المشاريع المتنوعة، كيف تقيمها ومدى أثرها على تلك المجتمعات؟ تمام، احنا يعني يمكن احنا بنشتغل في مجال التنمية وبنحكي التنمية المستدامة دائما والمجال البيئي وخدماتها، احنا بنلمس انه مجتمعنا بلش يشعر فيه انه اهم شيء موارده المتاحة أمامه، يعني هي اللي فيها الفرص وفيها التحدي. إحنا كأردن أن إحنا إن شاء الله أغنياء بكل شيء، ولكن مواردنا شحيحة، مواردنا الطبيعية وكمان مهددة بأثار الاستخدامات، لكن بننظر له إحنا كأخواننا في التنمية، وهذا الكلام يعني بيذكروا أخواننا في الميدان واللي تعلمناه منه أنه هو المجتمع فأهم الأولويات له هو الحفاظ على الموارد. صحيح. يعني بنسعى لتعزيزه وهو موجود، ولكن بدنا يعني نأكد أنه زي ما في موارد فيها فرصة أنه استغلالها كالسياحة المستدامة، لكن كمان أمامها تحدي، هو التحدي قد يكون الذهنية على سبيل المثال الذهنية. التحدي الذهني هو بناء القدرات يعني لمجتمعاتنا. نعم. يعني وصل مرحلة في بناء القدرات، فهذا الشيء عالي جدا، ولكن ممتاز. التحديات الاقتصادية اللي بتواجه موضوع الفقر والبطالة يعني كمان أثر على استنزاف هاي الموارد، لكن يوم يتم التخطيط المشترك بتحديد الأولويات وإشراكهم بتحديد أولوياتهم، هون يمكن نكون نقدر نحكي وضعنا نفسنا على بداية الخطوات، حتى وإن بدأنا بشكل متأخر يعني لا لا لا, لا يوجد ما يمنع خطوات. صحيح. إنه نقدر نحافظ ونستمر في يعني استدامة هاي الموارد، هو يعني كل الدول تبني على مواردها الموجودة يعني بين يديها. جميل. أستاذ زياد، تتحدث عن العمل المشترك والتخطيط الاستراتيجي المستدام، ونحن أحوج أن تكون يعني هذه الفكرة أو هذا الفكر المؤسسي مع جميع الجهات التي تعمل، سواء الجهات الحكومية ممثلة بوزارة البيئة أو باقي وزارات المملكة الأردنية الهاشمية، مؤسسات المجتمع المدني، وأيضا الجمعيات التعاونية حاضرة، أنتم كخبراء بالميدان ممكنين إن صح القول لهذه النشاطات، وأيضا الاستئناس بالرأي والمتابعة على هذه المشاريع لاستدامتها للقادم من الأيام. أنا بدي أشكر ضيوفي الكرام في هذه الصباحات الطيبة والخيرة، خبير التنمية المحلية السيد زياد عوض الله، نرحب بك دائما ولنا لقاءات مستمرة، أيضا مدير مديرية حماية الطبيعة بوزارة البيئة المهندس رائد بني هاني، النشمية الأردنية السيدة خانم الكردي رئيسة جمعيات نشميات الشعلة بمحافظة إربد، كل شكر لقدومكم.